موجود على شريط المقابل. نمرة 18، من المتعذر إصلاح عيوب تحدث في نفس الموضع على شريطي جزيء الحامض النووي اللي هو الدي ان ايه في نفس الوقت. ليه؟ لأن التلف حدث في كل على الشريطين، شريطين جزيء الدي ان ايه، عشان انه توجد نسختين من المعلومات الوراثية واحدة على كل شريط، لذلك لابد من وجود شريط من الشريطين لازم يكون سليم بدون تلف لتستطيع انزيمات الربط استخدامه كقالب لإصلاح التلف الموجود على الشريط المقابل. بعد كده عندنا رقم 19، يظهر في بعض الفيروسات معدل مرتفع من التغير الوراثي أو طفرات الفيروسات المحتوية على RNA أكثر من تلك المحتوية على DNA أو الفيروسات سريعة الطفرات. الثلاثة دول هنقول علل، مثلا لأن المادة الوراثية لبعض الفيروسات توجد على صورة شريط مفرد من RNA، لذلك فأي تلف يحدث لا يوجد له قالب لاستخدامه في الإصلاح فيبقى مستمرا على نفس النظام القديم، مما يؤدي إلى حدوث معدل مرتفع من التغير الوراثي. فذلك الإصلاح بيتغير التركيب الوراثي في الصفات وبالتالي يزيد معدل الطفرات في هذه الفيروسات. بعد كده عندنا رقم 20، يلتف جزيء الدي ان ايه البكتيري الداري على نفسه عدة مرات ليحتل منطقة نووية تصل مساحتها إلى حوالي 1/10 من حجم الخلية، لأنه إن أمكن فرد الدي إن إيه البكتيري لوصوله لوصل طوله إلى 1.4 ملي مايكرون، بينما طول الخلية البكتيرية نفسها يصل إلى حوالي 2 مايكرون. بعد كده طول الجزيء، بالرغم من طول جزيء الدي إن إيه في الخلية البشرية إلا إنه يحتل مساحة صغيرة من النواة، لأنه يتم تكثيف جزيء الدي إن إيه 100,000 مرة عن طريق البروتينات الهستونية وغيرها من البروتينات لتقع في حيز نواة الخلية التي يتراوح قطرها من 2 لـ 3 مايكرون. بعد كده عندنا 22، ترتبط مجموعة البروتينات الهستونية بقوة مع مجموعة الفوسفات الموجودة في جزيء الـ DNA في صبغيات حقيقات النواة. ليه؟ لأن مجموعة الألكايل اللي هي الR الجانبية للحامضين الأمينيين اللي هو الأرجينين واللايسين المكونان للبروتينات الهستونية تحمل شحنات موجبة عند الأس الهيدروجيني pH العادي للخلية، لذلك يرتبط بقوة مع مجموعة الفوسفات السالبة الموجودة في جزيء الDNA اللي هو للبروتينات غير الهستونية دور هام داخل النواة اللي هو 23. فهنقول حيث تشمل البروتينات غير الهستونية، 1، بعض البروتينات التركيبية التي تدخل في بناء تراكيب محددة في جزيء الدي ان ايه وتلعب دورا رئيسيا في التنظيم الفراغي له داخل النواة، 2، بعض البروتينات التنظيمية التي تحدد ما اذا كانت الشفرة الدي ان ايه ستستخدم في بناء الار ان ايه والبروتينات والانزيمات ام لا. بعد كده عندنا رقم 24، يتعين فك الالتفاف والتكدس في جزيء الدي ان ايه قبل ان يعمل كقالب لبناء الدي ان ايه او الار ان ايه. لوجود بروتينات غير هستونيه تعمل على التفاف وتكدس جزيء الدي ان ايه في صوره كروماتين مكثف لا تصل الانزيمات الخاصه بتضاعفه، لذا يتعين فك هذا الالتفاف والتكدس على الاقل الى مستوى شريط من النيوكليوسومات لضمان وصول انزيمات التضاعف اليه. نمرة 25، الدي ان ايه في الكروموزوم لا يمثل كله بشفرة. لوجود اجزاء من الدي ان ايه لا تحمل شفرات وراثية حيث يعتقد انها تعمل على احتفاظ الصبغيات بتركيبها، 2، تمثل اشارات للمناطق التي يجب ان يبدا عندها نسخ mRNA. نمرة 26، المحتوى الجيني للسلمندر يعادل 30 مرة المحتوى الجيني للإنسان، ومع ذلك يعبر عن عدد أقل من الصفات. لوجود كمية كبيرة من الدي ان ايه في خلايا السلمندر لا تمثل شفرة. طيب نمرة 27، ليس هناك علاقة بين كمية الدي ان ايه
الموجودة في المحتوى الجيني ومقدار تعقد الكائن الحي، ولا أو لا تتوقف كمية البروتين على كمية الدي ان ايه في الخلايا. علل: حيث ان كمية صغيرة فقط من الدي ان ايه في كل من النبات والحيوان هي التي تحمل شفرة بناء البروتينات. فمثلا حيوان السلمندر يوجد به اكبر محتوى جيني، حيث تحتوي خلاياه على كمية دي ان ايه تعادل 30 مرة قدر ايه كمية الدي ان ايه في الانسان الموجودة في الانسان، ومع ذلك تنتج خلاياه كمية اقل من البروتين، وذلك لوجود كمية كبيرة من الدي ان ايه بلا شفرة، اي لا تمثل شفرة. نمرة 8.